تتوالى الترتيبات ويقترب الحدث انتخابات 7 سبتمبر، ومعها يزداد شغف واهتمام المواطن بالتفاصيل. المواطن وهو يدرك أنه سيد القرار في ظل ديمقراطية البلد، المواطن وبعد أن اغترف من مكاسب اختياره اشتد عود الثقة بينه وبين مؤسسات الدولة، وتغلغلت جذور آماله في المسار الديمقراطي. الانتخابات هي دليل من المواطن لوطنه. طلبوا من جميع فئات المجتمع، نساء ورجال، يعني يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وهنا نكون قد أدينا واجبنا نحو هذا الوطن الذي أعطانا من كل خيرات. احنا ماذا بينا إن شاء الله يقدمونا البرامج تاعهم ويشرحوها مليح، وتمر هذا الانتخابات في روح ديمقراطية. راح تكون بالنسبة للشعب الجزائري مناسبة جد هامة. من خلال مختلف وسائل الإعلام يتابع المواطن مستجدات بوادر التحذير والتنظيم المحكم للانتخابات الرئاسية 2024 ومستوى الشخصيات الراغبة في الترشح من الأحرار والمنتمين لأحزاب سياسية، وها هو يعبر عن تطلعاته في الفترة القادمة عبر من يختاره لقيادة البلد. ننتظر إن شاء الله من رئيس المستقبلي، رئيس الجمهورية المستقبلي للجزائر، أن يهتم بجميع الفئات وجميع مناطق الجزائر دون استثناء، خاصة المناطق النائية، خاصة مناطق الظل، أن يهتم في الشباب، بالطلبة، بالمرأة. الانتخابات هذه ما هيش فقط حدث سياسي، بينما هي فرصة للشباب للمساهمة في مستقبل بلادهم. نتمنى في هذه الانتخابات الجديدة إن شاء الله اللي عندها الخير في هذه الرئاسة وباغي يدير الخير للبلاد، نتمناو له النجاح. هذه أصوات صادقة للمواطن المتشبث بوطنه، تدحر الصورة السوداوية لأبواق الفتنة عبر الفضاءات الافتراضية والواقعية التي تروج لشرخ مزعوم وكاذب بين المواطن والدولة. فمحطة الرئاسيات القادمة تؤكد مجددا بأن المواطن هو صانع الحدث وقائده حتى في المهجر. فالجالية الجزائرية أيضا تترقب الانتخابات وتعطيها أهمية بالغة رغم البعد عن الوطن، باعتبارها سانحة للمشاركة في الحفاظ على استقرار الوطن ومسار التنمية. Parce qu'on a un très beau pays, mashallah, il ne fait que augmenter dans le, comment dirais-je, on a un très beau pays et on aimerait qu'il devienne encore meilleur. Inch'Allah, les élections prochaines, le 7 septembre, on sera présent. Nous allons élire le prochain et le futur président de la République. Nous étions là le 12-12 et on sera là le 7 septembre, inch'Allah, pour l'Algérie nouvelle. Tahia al-Jazair. مؤشرات نجاح الرئاسية القادمة تلوح في الأفق في انتظار عرس انتخابي يصنعه الجزائريون من داخل الوطن وخارجه، ويختارون فيه واحدا من المترشحين الذين ستعلن عن أسمائهم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد ساعات قليلة.